السلام عليكم. باختصار وعلى السريع على قولاتنا، رسالة موجهة لفريق الطبي المسؤولين عن شنو فيروس كورونا. أنا ما راح أتكلم عن الحين كل واحد يفضح الثاني وكل الأمور من بداية قلنا لكم، بس مجرد وقت في انتشار الفيروس وأهدافهم وكذا، والحين كذا تشوفون بدأ وحين وبتشوفون فضايح عشان تعرفون وتضحكون على نفسكم بدل ما تضحكون على الناس. وذين اللي كانوا يقولون ها من المؤامرة ويضحكون، أهم من اللي يضحك على الثاني، مو بنتو وحين مصدر للمسخرة وهالمواقع اللي كانوا يقولون ذي الكلام. خلنا من ذي الكلام، وين إحصائية اللقاح يا جماعة؟ انت حين مو تعطون ما عطيت اللقاح حق الناس عشان صحتهم، زين ما اهتميتوا في صحتهم بعد او خفت عليهم من بعد اللقاح انه ممكن يتعرضون بعض الاثار الجانبيه نفس ما صار مع بعض، خاصه النوع الامريكي ذي الجيني. جيني يعني شنو؟ تاثير على الجينات. كان في ناس وايد يتشكون ان تاخير في العاده الشهريه، عدم انتظام الهرمونات وغير وغير وغير. ليش ما سويتوا الاحصائيه يا جماعه؟ وين الاحصائيه؟ طبعا شغله كان حين خلاص المفروض من البدايه، لأن أنت ممكن تخلون في موقع مجتمع واعي جرعة الأولى والثانية والثالثة تحت أثار جانبية كل واحد يختار، بس كان ممكن بعد يصير تلاعب في ذي الشيء. قادر بتقولون ذي الكلام أنه عشان ما يأخذون اللقاح، لكن كان مفروض من المستشفيات مراكز واي كان مفروض تعاون، أي أحد يحس بأي أثار جانبية يروح هناك ويبلغ وتسوون إحصائية، لكن أنت ما اهتميتوا بذي الشيء ولا طلبتوا ذي الشيء. هاي شيء دل يا جماعة، ليش ما سويتوا ذي الأمور؟ إذا إحنا فعلًا ذي، أكاد شفت الفضائح، شفتوا شنو أهدافهم، شفتوا وبتشوفون، لكن هل إحنا فعلًا اليوم راح نأخذ درس حق مستقبلنا؟ ذلين ما راح يتوقفون عن ذي الأمور. والله المستعان، والله يحفظكم جميعًا، اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأهلك الظالمين بالظالمين.